السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا جديد في قناتي وقناتكم عالم امي سكوت النوعيه. كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غنديو معايا وندير معاكم واحد الجوله. كاين بزاف د الناس اللي سولوني قالوا لي المشاريع اللي في طنجه الباليه، سواء غاردينيا سواء المفتاح طنجه العاليه، شحال بعادين على الزباله. اليوم جيت نوريكم احوال الزباله كيفاش ولات. هذيك واقيلا ديك الطريق اللي لهي كل هذيك الاراضي اللي لهي كلها كتفصل، ها انتم كما كتشوفوا الديور اللي كانوا عشوائيين. غير باش تعرفوا ان ما كانش الديور، كانوا البرارك مع الزباله. ها انتم ها هما الناس كيبنيو، ها راه كلشي تبنى. هبط بهم واحد الدويره هنا نوريهم الا كاينه باقا شي دار باقي ما تبناتش، نوريهم الحاله ديالها كيفاش كانت. شي دابا دول على الترقيم يتبنوا، ها البرارك اللي باقينا ها هما. كانت الدنيا كلها بحال هكا، بحال هاد البراكه بحال هكا. دابا كلشي كيبنيها، عطاوهم الرخصه باش كلشي كيتبنى. كلشي كيبني دابا، وهذه بدات كتبنى. ها انتم هذه اللي باقا بحال كانوا كلهم بحال هكا، ها هما كلشي تبارك الله. باقيين باقي لهم شي حاجه، ولكن راه كلشي غيتبنى، ما بقاش. وتا الطريق تصايبات وباقا الدنيا تصايبات، والريحه اللي كانت كدوز كل بالنسبه للسوق التجاري اللي جديد. الجديد اللي حيت كانوا داروا بعض الاسواق ولا ثلاثه، كاينين ثلاثه، لا جوج الاسواق، جوج الاسواق واخرين عاوتاني ديال الصناعه هذوك. هذوك ديال سميتو ها انتوما. ها انتوما شو الطوقان، هذه البلاصه اللي كانت معروفه بالزباله والريحه ما كايناش. وحاجه اخرى ان النفايات رجعت كتعالج، وباقي غير واحد الجزء بسيط منها كيتصايب في هذيك البلاصه اللي هي الفوق. تعالج هنايا، هذا كيتعالج، ما بقاش ديك الريحه، ما بقاش ديك الريحه نهائيا. رجعات مناطق خضراء، والمنطقه اللي كتعالج فيها بقات صغيره، وجزء قليل اللي كيتعالج هنا، راه ولات زباله في جهه اخرى. بحال اللي كتشوفوا هنا، هذه المنطقه كامله كانت زباله هنايا، وكان الزبل والبرارك، هادشي كلشي كان برارك. هادشي كلشي كان برارك كما كتشاهدوا معنا. البرارك دابا ما بقاش. السيده باقي كتصايب بالفران ديال العواد. دابا كلشي ها هما البقيرات كيبني، ها هما ومازال المشاريع واقفه هنايا على قدم وساق. ها انتم كتشوفوا هاد الارض راه كلها تزربات، ها انتم كما كتشوفوا معنا الارض كلها تزربات، غيكونوا فيها اراضي وغيكونوا فيها دي لوتيسمون عمارات. هي تشركت عند ها انتم كما كتشوفوا. بالنسبه هذه هي الدخله ديال كتطلع عن الزباله اللي بقات. الزباله كاينه واحد لابارتي صغيره في الراس الفو ديالها كيعالجوا فيها هذا. وهنا المشاريع على قدم وساق. غنقول لكم انا غنوصل للبلاصه وندعت لكم الطريق فين كتدي والطريق فين كتدي. بالنسبه الناس ديال طنجه راهم عارفين المنطقه بالضبط، ولكن بالنسبه اللي ماشي طنجه وريهم المنطقه. هذه المنطقه اللي تبنات جديده هنايا، كيف كاين باش يشوفوها مزيان. راه تقريبا باقي هذا الشطر الاخر هنايا بحالات باقيين كيكملوا. شوفوا المنطقة تبارك الله، هذه كيف كيفاش دايرة. هذه منطقة تجارية باش ما يجيش حد يقول لي الخلا والقيفة، والله يجزيكم بالخير، راه ما كاينش الخلا والقيفة. منطقة تجارية ها انتم مباشرة موراها كاين هذا رونبوا هذا هنايا، هذا الطريق اللي كتدي على ليمن كدي المرجان، كدي المرجان ما بعيدش بزاف، مرجان طريق تطوان. وهاد الطريق هذه اللي كتدي هذه طريق مدنية. هذه خرجة الزبالة باش الناس اللي كيسقسيو على الزبالة. هذه هي خرجة الزبالة، هذه هي خرجة الزبالة. من خرجة الزبالة احنا غاديين دابا طنجة البالية. ها انتم كتشوفوا هنا كاين شوف الناس كيبنيو. ها انتم غاتعمر هذه هنايا، واللي كيقول لك بعيدة على المدينة صراحة انا ما كتجينيش بعيدة على المدينة. غادي نعملوا كاع دير لهم الكيلومتراج من الزبالة لسميتو شحال. احنا غنعملوا الكيلومتراج نشوفوا. احنا درناها عملنا زيرو، وليك زيرو. احنا غنوريكم ها انتم شوف الاقدام على قدم وساق كما كنقولوا. شوف انا راه كتجيني الناس اللي كيقول لك الخلا والقيفة هذا ما عندهمش واحد استسمح ما عندهمش واحد الرؤيه مستقبليه. ها انتم شو السيد تبارك الله الدار كيفاش غزاله، شو بسم الله ما شاء الله. ها شو الضيوف تبارك الله كيفاش دايرين، كلشي ها شوفوا. ها انتم احنا هابطين، ها هي الطريق كبيره تبارك الله، ما جوج كيدي وجوج كيجيبوا. طريق ثنائيه ما بغاتش تخرج ليا، وقلت لها جوج كيدي وجوج كيجيبوا الغالب الله. وباقي حتى هاد البلاصه اللي غتشوفوا هنايا ان شاء الله هنا من لا 11 سنين اجيو تشوفوها كيفاش ولات. ها انتما ها كلشي مفصل هنايا، كلشي كيتفصل قدام. وقف هنا واحد الشيء باش نوريهم المشروع ديال المفتاح العاليه. المفتاح العاليه هو هذاك
زيد 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 زيد, زيد شويه مفتاح العاليه. ها مفتاح العاليه شتو؟ ها هو هذا مشروع مفتاح العاليه من الجهه الاخرى راه هما خدامين فيه. هو هذاك مشروع مفتاح العاليه هما هما لهاد الجهه كذلك ومثال. راكم تصورت لكم البقعه الارضيه اللي كداو هنايا واصله 9000 8500 9000 10000. قال لك الناس شي بعضين قال لك الخلا والقيفار وهادي وهادي. راه سمح لي الخلا والقيفار ما كتكونش فيه الطريق. انا كنقولها بالناس بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الاستثمار ديالهم يانفيستيو فلوسهم. وهذه هي الطريق اللي غادي تبقى تدي المفتاح العالي. اه وهذه هي الطريق اللي غادي تدي المفتاح العالي. هي هذه الطريق. ها نتوما كما كتشوف من هنايا غادي تركب هكذا وخا. يعني كاين مشاريع هنا، كاين مستقبل في طنجه الباليه هنايا، يعني كاين بزاف الحوايج. يعني دابا حاليا راه الزباله الاثر ديالها ما بقاش باين. راه الا ما مشيتيش تقلب عليها واخا تدوز تبغي تدخل راه ما تدخلش، لان المظاهر ديال الزباله ما بقاتش. هما الناس انتما كما كتشوفوا كلشي باني، كلشي باني. كاين اللي خدا في الغفله، كاين اللي خدا ب 3500، كاين اللي خدا ب 4000 درهم. ها المفتاح الخير هذا هو المكتب البيع ديالهم بلاتي واحد الدقيقه. هو هذا مفتاح العاليه. قلت لهم مفتاح الخير والله الله يفتح علينا الخير. هو هذا مفتاح العاليه، هو هذا البيو دفونت ديالهم. وانتما كتشوفوا الديور تما كيفاش دايرين. ها انتما هذه تجزئه هنايا غير البيرو صافي، لان هما دايرين مكتب البيع. دابا ان شاء الله غندوزو ل الكاردينيا ان شاء الله نجيب لكم المعلومات عليهم. هنا كاين الديور، هنا كاين الديور لهاد الجهه. غير شويه غتلقاو هادي هبطات هي ما بقاتش. وهانتوما كتشوفوا الطريق ديال الكاردينيا باقي غنطلع لتحت. كاين هاد موبو هادي هنا زون فيلات، هادي هنا زون فيلات. كاين هاد مبواب، هاد مبواب فيه كارسونيير كدير 67 مليون، فيها 47 متر. ها انتوما ها هي ها البوان ديال الكاردينيا من هنايا. هنا كنسمح في هاد البوان هذا كنسمحوا في الطريق الرئيسية وكندخلوا باش كندخلوا الكاردينيا اللي بغى يدخل الكاردينيا. فهنا كنجبروا مكتب ديال البواب. هادي مو بواب. هادشي كلشي عندهم تباع، عندهم بحال شكل برومي ايطاج ودوزيام ايطاج. هادشي اللي فيه شي راقي عندهم داكشي كلاس و هي ما عندناش من دوزو. اه حيت كيديروا الضالة. وهذه هي لا هذه ماشي كاردينيا، كاردينيا اللي هما اللي لتحت مع غاتكون الخرجه سي كاينه الخرجه. المهم خليكم معنا هذيك الساعه. انا هذا فيديو غنزلو بوحديته، والمعلومات على كاردينيا غنزلهم بوحديتهم. انا غير بغيت ندير لكم هذا الفيديو باش تشوفوا هذه ديال كاردينيا كما كتشوفوا. هما هادو نتمنى نلقاو عندهم. كانوا كيقول لك كيبيعوا ب 32 مليون. نتمنى من القلب الخالص على الله غير ما لقاش البيو دفونت عاوتاني مسدود، لان هذه خمسة د المرات وانا كنجي لهنا كاينه واحد الطوموبيل تما ديال الناس على برا. المهم هذه هي كاردينيا، هي هذه هذا هو المحيط ديالها. كاين له زون فيلات بحال شويه هذه نوريهم. هي زون فيلات هنايا باينه الناس راهم ساكنين. ها هي شفتوها زون فيلات هنايا وتتما كل شيء غيتبنى زون فيلات. المهم خليكم معنا وديك الساعه غنزل لكم هاد لا فيديو. بالنسبه للناس اللي غايشوفوا كاردينيا ويقول لي فين جات، غنقول لكم تبعوا الفيديو الاخر. وان شاء الله ها انتما كما كتشوفوا راه باقي عندهم له، يعني ولكن واش كل شيء تباع ولا لا. انا كنت سولت قالوا لي باقي، كنت سولت غير باغ تليفون قالوا لي باقي عندهم في هادو اللي مبنيين واجدين باقي عندهم. المهم ما تنساوناش باللايك وبالبارطاج وشنو اخر نقول لهم؟ واللي جديد يدخل يتابونا معنا مرحبا به باش تكبر العائله، ونبارطاجيو لي تعم الفائده. وكما كنقول لكم ديما هذا في القناه استشير ثم استشير. وكنتمنوا ان العائله تكبر صراحه، لان فعلا القناه عندها محتوى وعندها واحد الهدف نبيل هو نعاونكم. والسلام عليكم والى فيديو مقبل ان شاء الله.